استعاد رجال المقاومة الشعبية القلعة، وارتفع العلم الجمهوري عاليا، وتوشح به المقاتلون، وأطلقوا الأعيرة النارية معبرين بهذه الطريقة عن لحظات النصر التاريخية. من هنا من أهم المعالم قلعة القاهرة الاستراتيجية التي جعلت منها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح ثكنة عسكرية أرسلت الموت للأحياء السكنية. مشطنا المنطقة من قبل الفجر من الساعة 3 الفجر، وثم صلينا فجر بالجامع هذا اللي تحت، وانطلقنا إلى قلعة القاهرة دون ما دعم من أحد، دعما من الله سبحانه وتعالى، إنما من دعم من السهم التعزي، وبفضل الله تعالى ثم بفضل جهود الشباب نحن الآن في قلعة القاهرة، في قمة القلعة، ننعم ونفخر بهذا المنظر الرهيب والجميل. قادة المقاومة الشعبية والمجلس العسكري كانوا حاضرين مؤكدين على عزمهم تطهير ما بقي من المواقع في المحافظة. سنتوجه مع أمراء القوم وقادة الجبهات إلى أكثر من مرفق لنغسل العار كما غسلناه هنا في قلعة القاهرة. ضربات المقاومة الموجعة جعلت الميليشيا تفر تاركة وراءها بعض العتاد. هذا الهروب خلص الساكنين من وطأة الموت المنتظر الذي كان يحيط بهم. احنا الان مرتاحين، احنا ما كانوا يسببون لنا الرعب، ما يخلوش القهال يفقعوا، القهال يفقعوا النساء يفقعوا، هذا في الحارة. فرحة على القاهرة لان اول منطقة مطلة على المدينة، وتسبب عذاب المواطنين بالشرق بالشمال وجنوب المدينة، وآذونا بالقناصة حقهم كل يوم فقنا صباح ما سمقاش نخرج، بهذا فرحة عظيمة. هذه الانتصارات التي أطلق عليها رجال المقاومة السهم الخاص بمدينتهم عوضا عن سهم التحالف العربي، جعلت من المدينة الحالمة مدينة محررة. آن لأبناء تعز أن يطلقوا الألعاب النارية من هذا الحصن بعد أن استردت المقاومة معظم المواقع من يد الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع. أنيسة العلواني، قناة بلقيس، من على قلعة القاهرة تعز.